هذا يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أفضل صيغة لها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، من صلى عليها واحدة صلى الله عليه بها عشرة، تتأكد ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ومن أكمل الحديث في هذا الباب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أمثل الصيغ في الصلاة على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. ثمة صلوات لا تعارض هذه الصيغة، وثمة صلوات واضح جدا أنها تعارض هذه الصيغة، تعارض هدي القرآن بأكمله، كمن يقول اللهم صل على محمد مفرج الكرب ومقرب كذا، هذا غير حق، هذا غلو، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وإنما نقول ونقف عندما علمنا الله، وعندما أوقفنا الله، وعندما أدبنا الله. فالله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا كعب بن عجرة يقول سألناه عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك فأجابهم، والحديث في الصحيحين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهم والغم. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، والإنسان يود أن يكفى همه. فيكون كفاية الهم بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يكون بالدعاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ويكون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في شيء واحد أبدا. فالدين له طرائق وأبواب كثر. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟